من أضمن وسائل حفظ قيمة الفلوس في بلدنا اليوم هو الاستثمار في العقارات. هتشتري الشقة بأي مبلغ كان وتبيعها بنفس قيمة العملة بعد عدد من السنوات. إيه اللي ممكن تفكر فيه بالنسبة للعقارات؟ يلا بينا نعرف. بانكير، نبض البنوك. العقارات زي ما قلنا فلوسها مضمونة، يعني لما يعدي فترة من الزمن مش هتخسر جنيه من قيمة العقار اللي هتشتريه. ايه هي تفاصيل شراء العقار بغرض سكني او ايه استفادة من الاستثمار فيه؟ ده سؤال مهم جدا ولازم تطرحه مع نفسك، واحنا هنقولك مدى مقدار استفادتك من الاثنين. بص حضرتك، لو هتشتري الشقة بغرض السكن فالأفضل إنك تشتري بنظام التمويل العقاري بدل ما تدفع الفلوس كلها كاش، وده لأن شراء الشقة بنظام التمويل العقاري بيخليك تدفع قسط شهري مقارب لقيمة إيجار الشقة، وفي نهاية مدة التمويل العقاري الشقة بتكون ملكك. كمان لازم تعرف إن نظام التمويل العقاري بيشمل مبادرتين، المبادرة ذات الفايدة 3% على 30 سنة ومبادرة ذات 8% فايدة على 20 سنة تقسيط. وفي كمان مشروعات وزارة الإسكان متوفرة في كل المدن الجديدة وبتطرح على فترات سداد طويلة، وإحنا على وشك طرح إسكاني لمحدودي الدخل. ومثال توضيحي على كده، إنك لو هتشتري شقة ومعاك تمنها مثلاً 500,000 جنيه، الأفضل إنك تشتري بنظام التمويل العقاري يعني بالتقسيط، ويبقى تشتري بال500,000 جنيه شهادة الـ 18% وتدفع قسط التمويل العقاري من فايدة الشهادة وجزء من دخلك الشهري. طيب لو عايز تشتري عقار بغرض الاستثمار، وده مهم جداً لأن الاستثمار في العقار بيحافظ على قيمة الأموال طول الوقت وتمن الشقة بيزيد بالاستمرار، كمان لازم تعرف ان متوسط زيادة سعر العقار سنويا في حدود 15%. بالنسبة للاستثمار في العقار فده بيحتاج مدة طويلة علشان تقدر تكسب كويس، يعني مش اقل من 3 سنين علشان يزيد ثمن الشقة كويس. والاهم في العقارات اللي انت عايزها بغرض الاستثمار هو موقع الشقة، وده اهم حاجة لان في فرص بيعها بعد كده بيكون كبير. والافضل ليك في الاستثمار العقاري بغرض الربح انك تتوجه للمدن الجديدة زي اكتوبر وزايد والتجمع والشروق والعبور والعاصمة الادارية الجديدة. ولازم تعرف ان 65% من الطلب على شراء الشقق بيكون في مدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والقاهرة الجديدة ومدينتي والعاصمة الادارية الجديدة، مقابل 35% اقبال على مدن غرب القاهرة زي 6 اكتوبر والشيخ زايد. الميزة في العقارات هو ان بيع العقارات بيحقق ربح مرة واحدة، بمعنى ان المكسب بعد فترة الاستثمار، ولكن لو عايز استثمار بدخل شهري ثابت بتكون شهادات الادخار البنكية افضل ليك، ودي اتكلمنا عنها اكتر من مرة وممكن ترجع للفيديوهات الخاصة بشهادات الادخار. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبض البنوك.